السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. هجوم عنيف على محمد أبو جبل، هجوم شديد من بعض الجماهير على حارس الزمالك محمد أبو جبل بسبب الخطأ الكبير الذي يتسبب في خسارة نادي الزمالك اليوم أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وقالوا إن اللاعب محمد أبو جبل يعيش في حالة من عدم التركيز. ووجه ميدو نجم المنتخب المصري السابق رسالة إلى أبو جبل بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه اليوم، وقال إن أبو جبل حارس كبير وبالتالي لا يجب أن يرتكب مثل هذه الأخطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.